السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب القلب؟ واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من لعبة توب وور باتل جيم. اليوم راح نتكلم عن البطل المحترفة. كنت ناوي اعمل لها فيديو قبل بس اجلته لبين ما اوصلها للخمس نجوم. طبعا البطل المحترفة تعتبر بطلة ممتازة للقوات البرية حصرا. طبعا هي مو جوكر، هي تشتغل فقط للقوات البرية. مهارتها كثير ممتازة، وصلت اطلاق 2 من الصواريخ عند هجوم، احداث ضرر للقوات بشكل عشوائي بنسبة 124%. تصوروا 124%، واحداث ضرر الاحتراق بنسبة 81% غير قابل للمراكمة. ومو بس هيك شباب، فيها ميزة ثانية، مهارة الحصرية. عند استخدام مهارة البطل المحترفة يمكن الحصول على زيادة الضرر لكل القوات بنسبة 5% فعال حتى بدون استخدام البطلة في المعركة. تصور حتى اذا مثلا ما استخدمت البطلة المحترفة في المعركة، فتأثيرها يعني تعطي زيادة هجوم 5% للقوات البرية. يعني اذا مثلا هلا استخدمت الترانسفورمرز راح تعطيهم زيادة 5% ضرر. طريقة تحصيل البطل المحترفة طبعا فيها لها طريقة واحدة للأسف، هي عن طريق المشاركة بالحرب الأبدية. نروح نجرب البطل المحترفة لوحدها، نشيل أوبتيموس برايم. تو 50 بليون وهي بطلة لحالها. فإذا حطيناها مثلا مع ثلاث أبطال، إذا مثلا نختار معها اوبتيموس برايم، ونختار معها سام، لانه سام كثير كويس بالمنطقة الرملية. نشوف هلا قديش تعطينا. التخطي 1.31 تريليون، يعني جيد نوعا ما جيد. تحتاج طبعا مثل باقي الابطال تحتاج شظايا ذهبية لحتى توصلها للخمس نجوم. تمام اخواني، كان هذا فيديونا لليوم عن البطلة المحترفة. بتمنى يا رب يكون نال اعجابكم. اذا عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا لي بالتعليقات. وبالنهاية بتمنى لكم اطيب الاوقات. كان معكم اخوكم باسل، والسلام عليكم.